يقال عنه حكيم وول ستريت بعد توليه إدارة شركة بيمكو، ووصفته صحيفة نيويورك تايمز بالرجل الغامض عندما تولى إدارة الوقف الاستثماري لجامعة هارفارد. إنه الاقتصادي المصري محمد عبد الله العريان، ولد في نيويورك عام 1958. والده الدكتور عبد الله العريان القاضي السابق بمحكمة العدل الدولية، حاصل على شهادته الجامعية مع مرتبة الشرف في الاقتصاد من جامعة كامبريدج في العام 1980، وحصل أيضا على الماجستير في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة في عام 1982. شغل العديد من المناصب بكبرى المؤسسات المالية، فتولى إدارة مؤسسة بيمكو أكبر شركة في العالم لإدارة صناديق الاستثمار، واختارته شركة أرامكو السعودية أكبر منتج للنفط في العالم مستشارا لها غير رسمي، وتم اختياره رئيسا لمجلس التنمية في البيت الأبيض في ديسمبر عام 2012. أيضا من بين المناصب التي شغلها الرئيس التنفيذي للوقف الاستثماري لجامعة هارفارد. وفي شهر مايو الماضي تم انتخاب الاقتصادي المصري محمد العريان عميدا لكلية كوينز بجامعة كامبريدج. فاز بمنحة لدراسة الاقتصاد في كوينز في عام 1977، وتخرج بعد حصوله على مرتبة الشرف من الدرجة الأولى ليحل محل اللورد جون ليونارد إتويل كرئيس للكلية في أكتوبر المقبل 2020. ظل يعمل لدى صندوق النقد الدولي 15 عاما حتى وصل منصب نائب مدير إدارة الشرق الأوسط. ومن أبرز وأهم المناصب المرشح لها الاقتصادي المصري محمد العريان رئاسة صندوق النقد الدولي، حيث ورد اسمه ضمن أبرز المرشحين لخلافة الفرنسية كريستين لاغارد التي تنحت على خلفية ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي. ويحمل الاقتصادي المصري محمد العريان الجنسيات المصرية والأمريكية والفرنسية، وهو ما يجعله المرشح المثالي لرئاسة صندوق النقد الدولي. وأدرج العريان لأربع سنوات متتالية منذ عام 2009 وحتى عام 2012 على قائمة مجلة فورين بوليسي بين أهم 100 مفكر عالمي. ويقال أن اقتصاد العالم يتأثر بتصريحاته وردود أفعاله، وهو مرجع لعدد كبير من المؤسسات المالية والصحف العالمية والعديد من الدول.